انت كاظمي، انت قلت اعطيك تعيين. وين الوعد؟ وين يا كاظمي؟ انت قلت اعطيك تعيين. وين 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 الوعد؟ وين يا كاظمي؟ انت قلت اعطيك تعيين. بعد مرور سنة من تظاهرات تشرين إلى الآن لم تلبي الحكومة أي مطلب من مطالب المتظاهرين، ونحن نقول رسالة للحكومة من هنا، نحن لم ولن نترك تشرين حتى آخر متظاهر يبقى في الساحة، وسنحقق المطالب إن شاء الله. إذا لم تكن بسلمية الناس ستكون ترقبوا تشرين القادمة، خوفكم من تشرين القادمة. كل الأحزاب وكل السياسيين إلى الآن لم يحققوا أي مطلب من مطالب المتظاهرات. الأحزاب إلى الآن بالساحة، حصر السلاح لم يقوموا به، مطالب الانتخابات لم تقوموا، المفوضية الانتخابية حزبية، المحكمة الاتحادية حزبية، لم تحقق أي مطلب من مطالب المتظاهرات إلى الآن. لا ولا وعد، يعني واخرا الاستمارة اللي انفتحت مال الجرحى والشهداء، يعني انا يعني خسرت ايدي هسه حاليا وماكو لا تعويضات ولا اكو اي علاج، وفقط وعود هاي فقط، يعني بس بحالة انه الجرحى عود نضربه وانا اعود يعني تعالجه، ما متعالجين ابد، لان هو اصلا يعني اجى عن طريق يعني عن طريقهم هم، لو ما موافقين ما يجي هو وما يصعد، يعني شلون يعني شلون يعني حاسبهم هم سوونا حاسبهم ما يصير. الذكرى الأولى للثورة، ما الذي حققت هذه الثورة؟ حققت جزء كبير يعني من الوعي، صار الوعي يعني وعي الجمهور على الطبقة السياسية، يعني أقل شيء إحنا شباب، يعني من شان يطلع يعني فد برنامج معين سياسي نبتعد عنه، لا هسه إحنا وعينا على مود إنه نغير فد واقع. بالضبط، تكاتفت الفئات، تكاتفت فئات الشعب العراقي. ابسط ما حقق بهاي الثوره انه طائفيه اللغت، تشوف السني ويا الشيعي ويا الصابي ويا المسيحي متوحد وايد وحده، هذا ابسط ما حقق مطلب تشرين. يلا
يلا ها هنا قد جاء جيل منتفض من ركام الموت يزداد الرفض اقرأ التاريخ فهم طالما شرعت بالدم ذكرى ثورة تشرين مطالبنا ثابتة الكشف عن قتلة المتظاهرين تغيير قانون الانتخابات وتغيير المفوضية أنه كل هاي لازم تكون على مقاسات الشعب وعلى مقاسات التكنوقراط والكفاءات يجب أن تصعد الكفاءات وتنتهي مرحلة أحزاب الفساد العراق دمرته هذه الأحزاب 17 سنة هي تحكم العراق وجاثمة على صدور العراقيين والنتيجة العراق فقد سيادته فقد اقتصاده العراق بلا صناعة بلا زراعة ومن هذا المكان ساحة التحرير نحيي شهدائنا الأبطال شهداء العراق قادة ثورتنا ومستمرين وسننتصر بإذن الله لبيك يا عراق لبيك يا عراق يا حبيبي الليلة كل من يغني الحبيبة أموت وما أصير ذيل أحسنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم شاب كنا ورد شايل بكف علم ويصيح وانت وضميرك متت تيلاتك مرث وحطيتهن بيه زين لما نرجع الوطن ما قلت له وين تروح الدينار العراقي يشرف التومان تعالوا خلي سوالف ابن هذا الوطن مو جوكراني لا واشنطن ولا اصفهاني كم شاب كنا ورد شايل بشف علم ويصيح سلميه وانت وضميرك متت شيلاتك مرثه وحطيتهن بيه لما نرجع الوطن ما قلت له وين تروح باشر نرد هيبته واي عذر ما مسموح اليادي تنطي الوجه لو خلص الصبري بس انتبه الولو ما تنتبه ما راح يحقق اي شيء هو اجى نتيجه محاصصه وتوافقات وراح يبقى كذلك اول شيء انا اعترض على كلمه ذكرى هي ثوره وثوره مستمره يفترض انها تستمر اللي حققته كثير بس كنا نتمنى الاكثر من هذا اللي حققته غيرت توجهات الشارع اكو شباب خلينا نقول الها وطنيين ممكن يقودون الها مستقبلا حاليا ننتظر يعني مع الاسف انه هم باقين بالبيوت رغم كل اللي صار اذا ما هزتهم لا الدماء اللي راحت ولا الجرحى ولا الشهداء خلي يحزهم الواقع اللي هم عايشين به من فساد اقتصادي صحي تعليمي كل المستويات يعني المفروض ما حد يبقى بالبيت Thank you.
تلعب واحسب الهوسات، مو انت لك تاريخ ثابت بالزمان الفار. علمي علم العراق، انا على علم العراق اهوش. شهوشتك وسولف واحسب الهوسات، والله ولك تاريخ ثابت بالزمان الفات، حاربت الدول كلها تطين بدر، ولك حاربت الدول كلها، واسمعها في ظلك دوم مرفوعات، ها وانت اللي بالكلفه تشيب، ها وانت اللي بالكلفه تشيب، وعلمك فوق الراس انت اللي بالكلفه تشيب، علمك فوق الراس انت اللي بالكلفه تشيب، علمك فوق الراس انت اللي بالكلفه تشيب. مستمرة وباقي الآخر نفس إنه، ولحد الآن وباقين إحنا ومستمرين حين تحقيق مطالبنا. وعود الطين إن شاء الله وعدنا فدى الكاظمي، وهو الكاظمي مو من الثورة، من الأحزاب، ما حققنا أي شيء، فقط وعود. وهاي الثوار وهاي الشهادة على ما أقول أنا، هاي الشهادة. قاعدين بالبيوت صار أسبوع إحنا نفتر على المناطق، نوزع لكم أعلام ونقول لكم ارفع علمك فوق بيتك إذا ما قدرت تجي، على سيارتك تعال هنا ساعة التحرير، هاي فرصتكم ترى ما تتعوض بعد، ما راح تصير مثل الفرصة. صار سنة إحنا هنا مستباقين وصامدين، ننتظركم إن شاء الله هنا، وهذا الشعب موجود، هاي تقدر تصوره وشوفه. أخاف واحد يقول قدم لكم الكاظم، ما قدم هذا الشعب هنا، كاظم مجرد إعلام، كإعلام قوي لا أكثر ولا أقل، كلام فقط، ما قدم لنا أي شيء. احنا لحد الان ما شفنا من الحكومه المطالب اللي احنا طلعنا عليها لحد الان، اي شيء ما تحققت من مطالبنا. احب اوجه رسالتي للشعب العراقي، اليوم احنا طلعنا لاجل قضيه واحده، المفروض كل الشعب العراقي لازم نصير ايد واحده ونتكاتف ونطلع، لان صار لنا 17 سنه ظلم، عشنا بظلم من وراء الاحزاب ومن وراء الحكومات، ما هاي يعني كل أربع سنوات تجي حكومة أي شيء ما شفناه من عندها. رغم أشخاص الفرس المجوس عبيده قريب الفتيان بالإعلام العراق طاغية يمر على البلاد حق نجيب. الله سلمية.
أولى المقدمات بقلم الراحل صفاء السراي. على المنايا تمر الناس في ظنك، على المنايا تمر الناس في ظنك، ما للمنايا عليها الناس تزدحم. قد أوغل الكفر حتى قضى مضجعنا، والشيخ يعلن أن الروم قد هزموا. هذه حدودي تعالوا جاهدوا بدمي، هذه حدودي تعالوا جاهدوا بدمي، بل احرقوني لعل الخطب يحتدموا. لم تحقق أي من أمان الراحل سوى أن يجاهدوا بدمه. أدريك ما تنتبه يا البيه، ما تدري، بس انتبه لولو ما تنتبه. أدري ما ريت منك ثار، انت بوطننا شنو خطار لو إيجار. أدريك ما تنتبه خدمتك، هي مو هنا المشكلة. المشكلة أستاذ جليل صبيح جسر الجمهورية صديقة. يعني الثورة لحد الآن كتحقيق من الحكومة ما، فالثورة حققت أشياء هواي، أشياء إيجابية، ردت إيجابية على الثورية، قتل الطائفية، اثنين كسر حاجز الخوف لدى الشباب، إنه صناع السياسة والحكومة يعني خذوا مثل ما أقول مثل عبرة من هاي الشعب، إنه له ساعة يثور يعني هاي الشعب الوقت الوقت المستقبل. فالكاظم أو الحكومة الهسة حاليا، إحنا ما نقول يعني هو كاظم جاء عن طريق الثورة، بس مو الثورة يعني هم اللي اتجاوبوا، لا الفرض على الثورة، يعني الثورة هي سبب إن خلت يجي الكاظم، صح لو لا؟ بس الكاظم لحد الآن لما يصرحوا باسم المتظاهرين، بس ما أشوف يعني تحقيقات يعني جادة للثورة، بس شكليا إزاحتهم بالاحتجاج والشعب بعد وعي، هي هاي مثل ما أقول هي هاي المهم اللي إزاحتهم. كل الطرق السلمية يمكن حتى ينزاحون الطبقة السياسية. هل الثورة مستمرة؟ نعم مستمرة الثورة، تستمر حتى تحقيق النتائج. بغداد والشعراء والصور، ذهب الزمان وضوءه العطر، يا ألف
ليلة يا مكملة الأعراس يغسل وجهها القمر لم يذكر الأحرار في بلد إلا وأهلك لولا ذكره. ألم نصل الآن لشاعر طالما كان حلقة وصل في أغلب المحافل الوطنية. على متصل طبعا مستمرين الثوره وقصيده ان شاء الله راح تنزل على قناه معينه راح القيها بس القناه من الوطن هي على حب الوطن وعلى حب الثوره ما نفترق يا وطن روح بروح وهذا من عندنا وعد ما نفترق يا وطن روح بروح وهذا من عندنا وعد والقال عنك توقع حاشا قاسوا قسوة قلبهم ما يدرون خطينا حروف جسمك بهالجسد قصدوا ضروا احنا مثل الفلاح وبيده من جن بس مو قاعد مش ما حصد بينا وجد بافعالهم يصورون راح منك يا وطن خذ عبرة من جذبنا خبر الزلم ووعدت وعد ما ننزل حاشا لحروفك يا عراق وحبنا بيك زاد ومد رضعنا من الزغر من تشكوي الفراد ورضقنا برحينا ونطبنا بالمهد واذكر صوت يقل وينافين واذكر صوت يقل وينافين خذ فاتو المدوار وهي ذكرى من جدي لجد وهي ذكرى من جدي لجد